والآن مع النائب مسلم البرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بوقت هذا بس أنا بعد إذن أبو عبد العزيز يعني أنا بأمانة يعني قناة الصباح أنا لا أتحدث لا أنا ما أتحدث فيها أنا أبي المراسل بس المراسل أبو عبد العزيز لا المراسل ما هذا المراسل بس يروح على ما أتكلم أنا هذا رأي وهذا وجهة نظر أنا ما راح أرميها أنا ماشي ماشي أنا بس أبي المراسل هو يعلم يعرف هذا الأمر إني لا أتحدث من خلال هذه القناة لأن إيه ماشي ماشي بس أنا لي رأي في هذا الموضوع وفي نهج خطير على الديمقراطية للأسف الشديد يعني أنا فقط أتكلم عن وجهة نظري يعني فإذا خل أحمد خل يجي بسم الله الرحمن الرحيم أنا أولا الشكر للنائب أحمد السعدون على هذه الدعوة الكريمة وأنا في البداية كنت مدرك تماما بأن هذه الندوة ستكون أو ستعلن الحكومة قبل انعقادها الحكومة ستسحب الطلب أنا كنت متأكد لأن هذه الندوة ستنعقد بديوان النائب أحمد السعدون وهي رسالة لم تفهمها الحكومة جيدا لم تفهمها الحكومة بأن قضية الدستور هي القضية التي تجمع الكل قضية الدستور قضية جدا مهمة شكرا قضية الدستور قضية جدا مهمة شكرا قضية الدستور قضية جدا جدا مهمة واليوم الكل قاعد يتحرك في هذا الإطار دعما لهذا الموقف